طيب يعني عشان انا هرجع لحضراتكم تاني، ولكن معايا دكتور كريم سالم امين عام مساعد التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهوري. ثلاث طلبات يا فندم لحزب الشعب الجمهوري في الحوار الشق السياسي. اهلا بحضرتك استاذ لميس. اهلا دكتور شوقي، اهلا بيك. دكتور عفت، اهلا بيك. احنا الحقيقه في حزب الشعب الجمهوري كنا اتكلمنا، اولا انتوا بتصنفوا نفسكم ايه؟ في اي اتجاه؟ احنا دلوقتي عندنا بعض الخلاف على المائده دي. انا بقول لهم هي معارضه وموالاه، فهم بيقولوا لي لا، في اشياء يعني ممكن تبقى ما بين المعارضه والموالاه. حضرتك حزب الشعب الجمهوري اين يقع؟ احنا في حزب الشعب الجمهوري خلينا نتكلم ان احنا بنتوافق في فانتوا اللي ما بين المعارضه والموالاه. خلينا لا 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 موالاة طبعا. انا بسال، لا انا مولا. دوري انا اسال. مرحمك يا استاذ مفيد، اتفضل. فاحنا الحقيقه عندنا ثلاث موضوعات اساسيه اتكلمنا فيها فيما يتعلق بالحوار الوطني. الموضوع الاول كان متعلق بالنظام الانتخابي والوصول الى التوافق في الشكل النهائي للنظام الانتخابي. انتوا عايزين اي نظام انتخابي؟ احنا عايزين نظام انتخابي اللي يتم التوافق عليه باغلبيه الاحزاب اللي موجوده عشان يضمن. ايوه انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا طلباتكم ايه؟ نقدر نقول ان احنا بنقترح الجمع ما بين النظام القائمه والنظام الفردي، قائمه سواء كانت قائمه هو ده اللي موجود مغلقه مطلقه مفهوم، بس هي في الاخر خالص احنا عايزين التمثيل الاكبر. احنا عندنا النهارده عدد كبير جدا من الاحزاب اللي موجوده على الساحه، وكان في سيوله في المشاركه فيما يتعلق بالاحزاب على مدار الفترات الطويله دي. عايزين ان يبقى في نوع من الضمانه ان عدد اكبر من الاحزاب هو اللي بيشارك في التصويت. ده اول شيء. تاني طلب، عشان بس وقتي انا اسف. النقطه الثانيه طبعا اتكلمنا فيها كانت عن تمويل الاحزاب، ويكون في معادله ماليه نقدر نوصل لها ما بين التمويل العام والتمويل الخاص للاحزاب برضه، علشان فكره استدامه الاحزاب دي نقطه مهمه جدا. أطول. النقطة الأخيرة برضو اتكلمنا عليها فيما يتعلق بالمحليات والنظام التمثيل المحلي والانتخابات المحلية ودور المحليات في الفترة القادمة، لأن في عبء بيبقى كبير جدا على النواب واللي موجودين سواء في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ، وبيشغلين على التشريع والرقابه، ولكن في الشق الخدمي اللي احنا محتاجين يكون موجود عن طريق المحليات. شكرا دكتور كريم سالم أمين عام التثقيف بحزب الشعب الجمهوري.